البنية التحتية الطرقية بجهة مراكش أسفي تطوراً ملموساً، حيث بلغ طول الشبكة الطرقية المصنفة بالجهة 6350 كيلومتراً، 81% منها معبدة. كما تتوفر الجهة على 113 كيلومتراً من الطرق السريعة. تطور الشبكة الطرقية بالجهة وازدياد عدد مستعمليها واكبه وضع برنامج عمل يهم عدة محاور على رأسها السلامة الطرقية، كالبرنامج الخاص لتهيئات السلامة الطرقية الممتد بين 2014 و 2020 والذي يتضمن إنجاز 119 عملية بكلفة تناهي 302 مليون درهم، بالإضافة إلى عملية تهيئة الطريق الوطني رقم 9 بكلفة تصل إلى 1882 مليون درهم. حيث تحرص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من خلال هذه المشاريع على الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالجهة. المشاريع المهمة التي تنجز حاليا في جهة مراكش آسفي والتي لها يعني طابع ديال تحسين السلامة الطرقية، كاين الإعداد ديال الطريق الوطنية رقم 9 بين مراكش وورزازات، وسأكتفي بالحديث عن الشطر الذي أنجز 100% ويخص ربط مدينة مراكش بمدينة أيتوري. هذا المقطع هذا اللي دار فيه هو أنه دار تثنية ديال الطريق، يعني ولا ما يسمى بطريق سريع. من قبل كان هذا الشطر هذا ضيق جدا، أقل من 6 أمتار، وفيه حركة السير كبيرة جدا، وكاين جميع أنواع مستعملي الطريق وخصوصا العديمي الحماية اللي هما مولين البسكليتات ومولين الموتورات. الحمد لله دابا مع التثنية واحد عدد كبير ديال المشاكل تحلات، اللي منها أولا أننا درنا واحد الممر خاص بالدراجات يستعمل الحمد لله، دابا درنا مواقف للحافلات، يعني لو توقف الحافلة كاين فين توقف، ودرنا مدارات اللي الانسان الى بيضور كاين فين يدور في ظروف جيده. الحمد لله من بعد ما تمت الاشغال في هذا الشطر هذا تبين ان حوادث السير والقتلى والجرحى يعني انخفضت انخفاضا ملموسا. كما عرفت جهة مراكش آسفي إنجاز عدة مشاريع طرقية تروم الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالجهة، ونذكر منها الرفع من مستوى خدمات مقطع الطريق الوطني رقم 9 بين تادارت وتشكا على طول 13.5 كيلومتر بكلفة بلغت 170 مليون درهم مع بناء ممر ثالث للمركبات البطيئة، بالإضافة إلى تهيئة 10 ملتقيات طرق وتهيئة 110 كيلومتر من الممرات الخاصة بالدراجات ووضع تجهيزات الأمان على طول 75 كيلومتر. رسم سنة 2017 مثلا تم تهيئة ملتقيي الطرق، ملتقي اللي كانوا كيعرفوا واحد عدد كبير ديال حوادث السير وحركة المرور كانت غير منتظمة واللي كانت كتخلق إزعاج مستمر لمستعملي الطريق. هاد الملتقيين الطرق مكن الإنجاز ديالهم من تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وجودة خدمات الخدمة المسدة لمستعملي الطريق. هادو ملتقيين كاين بالطريق الوطني رقم 9 من الدخل الشمالي لمدينة مراكش قرب الملعب الكبير اللي طلب الإنجاز ديالهم واحد الغلاف مالي كيبلغ 8 مليون درهم. كذلك تم إنجاز ممرات جانبية بالطريق الإقليمية 2017 اللي كتأدي المنتجع أوريكا، وكذلك بالطريق الجهوية 210 اللي كتأدي لسيد الرحال بكلفة ديال 6.5 مليون ديال الدرهم. وكذلك مكنوا هذه المشاريع هذو بجوج من تحسين مؤشر السلامة الطرقية بالنسبة لأصحاب الدراجات. ويتواصل العمل في إطار البرنامج الخاص لتهيئات السلامة الطرقية من خلال إنجاز 9 عمليات بكلفة مالية تبلغ 35 مليون درهم توجد حاليا في طور الإنجاز، وتهم معالجة النقط التي تعرف تراكما لحوادث السير، بالإضافة إلى وضع تجهيزات الأمان وبناء الممرات الخاصة بالدراجات. كذلك هناك عندنا
يعني ملتقى طرق خطير بزاف اللي وقعوا فيه حوادث جد جد خطيرة، وكذلك عدة قتلى اللي هو المدخل المؤدي إلى تجزئة الأفق، الأفق واحد والأفق جوج بالجماعة ديال سعادة، والتقاطع ما بين الطريق الثلاثية 6012 سابقا والطريق الإقليمية 2008. هذا الورش هذا في طور الإنجاز، الحمد لله كاين ارتياح كبير لدى الساكنه، لانه كانت عده مراسلات اللي كانت توجهت لنا حول العدد ديال القتلى اللي كان كيعرف هذا الملتقى الطرق، والان الحمد لله في طور الاشغال ومع التنظيم الحمد لله يعني كيبان بانه هذا يعني التصميم اللي وضعنا يعني غادي يمكننا ان شاء الله من الحد من 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 حوادث السير المميته. وقد قامت الوزارة ببرمجة 17 عملية سيتم إنجازها مستقبلاً في إطار البرنامج الخاص لتهيئة السلامة الطرقية بالجهة، ونذكر من بينها معالجة نقط انزلاق التربة بالطريق الوطني رقم 9 بين تدرت وتشكى بكلفة تصل إلى 37 مليون درهم، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة والسلامة الطرقية بالمقطع الرابط بين توفليحت وأيتورير بالطريق الوطني رقم 9 على طول 26 كيلومتر وبكلفة مالية تصل إلى 372 مليون درهم. كان اقترحوا إن شاء الله تثنية ديال الطريق الوطني رقم 7 اللي كتربط مدينة مراكش بمدينة تمنصورت، أعطينا كذلك انطلاقة ديال الدراسة التقنية ديال تثنية الطريق الوطني رقم 8 ما بين مراكش حتى البدال ديال طريق السيار مراكش أكادير. موازاة هذا المجهود اللي كيدار خارج بالنسبة للبنية التحتية الطرقية خارج المدار الحضري، الوزارة كذلك يعني متفاعلة مع السلطة المحلية والمجلس عملت مجلس مدينة ديال مراكش من أجل تحسين السلامة الطرقية بالمدار الحضري بمدينة مراكش. كل هذه الإنجازات تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق وحرصها على الحفاظ على سلامتهم من خلال الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالطرق الوطنية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والتي تروم تخفيض عدد قتلى حوادث السير إلى 25% سنة 2020 وإلى 50% في أفق سنة 2025.